أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1365 حالة وفاة. كما أعلنت الوزارة إصابة 1357 حالة بالفيروس، فيما تم تسجيل 1326 حالة شفاء في الساعات 24 الماضية. وزارة الصحة تدعو الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لكورونا التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة من خلال المسح على الكود الظاهر أمامكم الآن على الشاشة.